ونبقى في المغرب ومع إيقاع الحدث وفي نفس الأجواء، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتطبيع، تطبيع بعض الحكومات العربية مع هذا الاحتلال. دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران نهاية الأسبوع الماضي يوم السبت تحديدا في كلمة أمام مناصريه وأعضاء الحزب، كلمة مصورة بثتها الأمانة العامة للحزب على موقع الفيسبوك، تحدث عن ضرورة مراجعة اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل، واعتبر بأنه لم يعد هناك داعي أو مبرر لهذا التطبيع، واعتبر أيضا بأن ما يحصل الآن هو ضرب للأخلاق في الممارسة السياسية، وأيضا بأن هذه الاتفاقية التطبيع مع ما تسمى إسرائيل كما جاء في كلام عبد الإله بن كيران لم يعد له مبرر أخلاقي. تصريح يدفع للتساؤل حول هل كان لهذا التصريح لهذا التطبيع قبل ذلك مبرر أخلاقي أو غير أخلاقي، ثم ماذا بعد هذا التصريح والسياقات. لكن قبل ذلك نتابع جزء من هذه الكلمة مع بعض، نتابع. أريد أن أقول لمن يمكن أن يسمع مني هذا الكلام، أولا يجب أن تهنأ إسرائيل أنها بهذه الطريقة لن تصل إلى حل. طبعا يمكنها أن تقتل يعني عشرات أو مئات أو آلاف من الناس، ولكن هذه أمة ودودة ولودة قوامها يعني كأمة عربية مئات الملايين، وقوامها كأمة إسلامية ما يقارب المليار شخص. أقول كلمتي هذه عسى وأريد أن أقول أنه هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفاعيل لا يمكن أن نتخيل أنهم سيكونون معنا نحن بالخصوص أو الدول التي طبعت، أنهم سيكونون منصفين وسيكونون شرفاء وسيكونون كرماء وسوف يعني يساعدوننا أو يدافعون عنا إلى آخره. هذا كلام غير معقول وغير منطقي وغير مقبول. فلهذا فأنا أكرر يعني بصفتي الشخصية وبصفتي أمين عام لحزب العدالة والتنمية قناعتي أن هذه الاتفاقات التي جمعت بين دولتنا وبين إسرائيل وبين ما يسمى بإسرائيل لم يعد لها مبرر معقول أو منطقي أو أخلاقي، لابد أن يعاد فيها النظر. فحتى وإن كان الناس ساكتين فإنهم بطبيعة الحال يشعرون أن هذه الرصاصات اخترقت أجسامهم وأنها يعني قتل. على كل يعني مسألة تطرح نفسها ومن حيث السؤال حول ما ورد في هذه الكلمة لعبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الحكومة الأسبق، خاصة عندما يقول أنه لم يعد لهذا التطبيع اتفاق التطبيع الذي وقعت عليه المغرب في 10 ديسمبر 2020 وكان ذلك في ظل حكومة العدالة والتنمية، ومن وقع هذا التطبيع كان رئيس الحكومة حينها والأمين العام أيضا للعدالة والتنمية سعد الدين العثماني. هل كان في 2020 ديسمبر 2020 كان هناك مبرر أخلاقي لهذا التطبيع؟ يعني هل تغيرت إسرائيل من 2020 إلى 2024؟ هل كانت دولة مسالمة، دولة موجودة بشكل طبيعي في الفضاء العربي حتى يطبع معها المغرب، والآن أصبحت دولة دخيلة على هذا المناخ، دولة عدوان واحتلال؟ هذا اللي يطرح نفسه. ثم ما المقصود بالمنطق وأي منطق خضعت له عملية التطبيع بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي؟ معنا سيد هناوي عزيز عضو المبادرة المغربية للدعم والمناصرة. سيد هناوي أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا. وعليكم السلام. يعني عندما نسمع هذا التصريح أنتم في المبادرة المغربية للدعم والمناصرة شيء يفرحكم، يعني في آخر الأمر هذا حزب ممثل في البرلمان له وجود على مستوى الشارع المغربي، صحيح ليس وجود كبير خاصة بعد الانتخابات الأخيرة والتراجع الكبير لهذا الحزب، ولكن حزب موجود وكان في يرأس حكومة. أمام هذا التصريح هذا يجعل المناهضي التطبيع والداعمين لغزة يستبشرون، ولكن أكيد هناك قراءات مختلفة لهذا التصريح. حياكم الله، حيا الله مشاهديكم الكرام.
أولا وجب أن نضع هذا التصريح في سياق سياسي متواصل. حزب العدالة والتنمية لم يكن أبدا حسب تاريخه السياسي مع التطبيع. صحيح أن الدكتور سعد الدين العثماني كرئيس الحكومة وقع اتفاقية التطبيع المشؤومة في 22 دجنبر 2020، لكن الحزب كحزب كمؤسسة لم يثبت أنه بارك أو أيد أو صادق على التطبيع. بالعكس، نحن في المبادرة المغربية لدعم النصرة وفئات أخرى أيضا مناهضة للتطبيع نسجل لهذا الحزب أنه رافض وما يزال وكل هيئته الموازية. سيد هناوي، أهلا بك من جديد. إذن الحزب غير متبع. ما أدري عن لا تفضل تفضل. نعم. وصل الفكر معك. يبقى الملاحظة على العبارة التي عبر بها الأستاذ بن كيران بأن المبررات الأخلاقية أو المبررات التي كانت سابقا لتبرير التطبيع لم تعد قائمة. هذه في تقدير عبارة يعني بشكل يعني، وهذا أخونا مناضل ضد التطبيع طبعا الأستاذ عبد الله بن كيران، لكن التطبيع كما قلتم لم يكن له أصلا أي مبرر حتى يسقط الآن. التطبيع ساقط بطبيعته منذ أول يوم مع هذا الكيان الصهيوني. اليوم مع طوفان الأقصى وحرب الإبادة الجماعية في غزة والضفة والقدس والآن في بيروت ولبنان جنوب لبنان، فهي إشارة إلى أنه أو دليل مضاف إلى أن التطبيع ساقط، وليس أن المبررات لم تعد قائمة. المبررات التي قدمت في التطبيع الأول قدمتها الدولة في دجنبر 20 لتبرير التطبيع بموضوع قضية الصحراء، وهذا أصلا حتى وإن كان مبررا رسميا للدولة هو مبرر يقتل قضية الصحراء، يضع القضايا الوطنية في مقصلة ومقتلة أمام شعبها وأمام أمتها، وليس مبررا أصلا. وبالتالي نحن نقول أن التطبيع مرفوض بطبيعته، ونسجل لحزب العدالة والتنمية على الأقل أنه في ظل الوضع السياسي في البلد والمشهد الحزبي هو على الأقل حزب لا يزال يرفض التطبيع وينادي بإقفال مكتب الاتصال، بل إنه كان موضوعا لبلاغ للديوان الملكي في شهر مارس 2023 بيان شديد اللهجة جدا ضد الحزب لأنه يرفض التطبيع. فإذا المشهد السياسي في المغرب، أدعوك أخي الكريم، أدعو مشاهدك الكرام إلى دراسة المشهد السياسي. العدالة والتنمية لم يكن أبدا مطبعا، زج برئيس حكومته في 2020 للتوقيع في مشهد سوريالي أمام مستشارين، واحد أمريكي وواحد صهيوني، وليس أمام رئاسة حكومة. بمعنى أن وضع العثماني في التوقيع مرده إلى أن يكون حزب العدالة والتنمية في المقصلة السياسية، وقد دبح في انتخابات 8 شتنبر 21 دبح دبحا، ودبحت الديمقراطية كي يقال أن الناس لم يصوتوا على العدالة والتنمية لأنه مطبع. العكس الذي جرى، لأنه ليس مطبعا تم ذبحه، بدليل جيء بأحزاب سياسية تتجاوز التطبيع إلى تقديم الصهاينة الشاملة في التعليم، في الفلاحة، في الزراعة، في الأمن، في العسكر، في الدبلوماسية، في كل شيء. وإلا إذا كان إسقاط العدالة والتنمية لأنه مطبع، فالمطلوب أن تأتي أحزاب إن كانوا ديمقراطيين، إن كان فعلا القرار ديمقراطي وشعبي، أن تأتي أحزاب ليس فقط ترفض التطبيع، تدعم المقاومة. الذي جرى هو السوريالي في المشهد. فإذا المطلوب قراءة متمعنة متفحصة في المشهد السياسي في المغرب، وليس استهلاك المنتوج الانتخابي المدخول بأدوات الديمقراطية. على كل سيد هناوي، مداخلتنا ليست في إطار محاكمة لحزب العدالة والتنمية، نحن في إطار قراءة هذا المشهد، مع أنه يعني كثير من الاستطرادات ممكن ندخل فيها في جدل حول مسؤولية العدالة والتنمية، ولا ليس فقط المسؤولية السياسية، حتى المسؤولية الأخلاقية عندما يكون أمينه العام شخصية يمكن أن يزج بها من الهشاشة والضعف، أنه ممكن يدفع ليوقع على اتفاق تطبيع في حين الحزب أدبيته وتاريخه وخلفيته ومرجعيته كلها ضد التطبيع، وهذا ليس مجال للنقاش، هذا متفقين فيه، بل بالعكس ليس الحزب، كل الشعب المغربي. اسمح لي، في هذا المحور أتفق معك تماما. المسؤولية الأخلاقية للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قائمة، ولذلك ما صرح به بن كيران الآن وما صرح به طيلة سنة الماضيتين هو جزء من تصحيح الوضع، وهذا يجب أن نلتقطه إن كنا فعلا ضد التطبيع ولسنا نتصيد العدالة والتنمية في طيب. المربع طيب المطبع. سيد هناوي، كيف تلتقط أنتم في المبادرة المغربية للدعم والمناصرة، كيف يلتقط مختلف المكونات والأجسام والكيانات الموجودة الآن في المغرب
التي تدعم غزة والتي تدعم الحق الفلسطيني والتي تناصر الحق الفلسطيني، كيف تلتقط مثل هكذا تصريح من حزب مهما أنكرنا وما ذبح سياسيا وبرلمانيا ولكنه لازال موجود وله صدى؟ أولا هذا لا يمكن إلا أن نستقبله في الأطر الرافضة للتطبيع كتصريح إيجابي جدا يدخل في إطار رفع منسوب الضغط السياسي على القرار الرسمي المركزي للتوبة والأوبة عن جريمة التطبيع، وبالتالي لا يمكن أن نبقى حبيس المربع 2020 في دجنبر في ذلك المشهد السوريالي المفاجئ الانعطاف الحادة المشؤومة بتوقيع التطبيع ونبقى هناك كربلائيين نبكي ونلطم خدودنا. هذا التصريح إيجابي جدا خاصة في السياق السياسي الحالي سواء على المستوى الداخلي في المغرب، وقد فرض التطبيع فرضا، وها هو الحزب الذي أريد أن يقود التطبيع هو الذي يرفضه اليوم بشكل مسؤول ومعلن. ثانيا نحن إذا محطة 11 شهر ونصف من المذبحة البشعة النازية، مطلوب من الطبقة السياسية في المغرب أن تحدو حدو حزب العدالة والتنمية الذي هو مدان في 2020 بتوقيع أمينه العام للتطبيع، فإذا به هو الذي يقود الآن رفض التطبيع في المشهد السياسي الحزبي البرلماني، لأن المشهد السياسي الحزبي هناك أحزاب غير ممثلة في البرلمان، هناك حركة إسلامية رافضة للتطبيع غير ممثلة في البرلمان، فحسبنا هنا في المشهد الحزبي أن هذا الحزب تحمل مسؤوليته وهو بصدد تصحيح الوضع وإقامة الحجة على أنه ليس مطبعا. إذا نبني على نصف الكأس المملوء وننطلق نحو إسقاط التطبيع رسميا وقد سقط شعبيا قبل 4 سنوات. الشعب المغربي يرفض التطبيع عن بكرة أبيه برغم كل الضخ الإعلامي لبعض أشباه المجتمع المدني التي تصنع هنا وهناك لتسخين التطبيع على طريقة أن التطبيع المصري والأردني قبل 40 عاما أو بعد وادي عربة قبل 30 عاما ظل تطبيعا باردا، فالنسخة المغربية يراد تسخينها كي تصير شعبية. هذا مستحيل، ولهذا تصريح بن كيران إيجابي وفي اتجاه الصحيح، مطلوب تثمينه ترصيده والبناء عليه مستقبلا وآليا عاجلا لإسقاط التطبيع رسميا. طيب أكيد تابعتنا منذ أول حلقة وممكن في حلقات سابقة سيد عزيز، دائما كنت أذكر وهذه حقيقة يعني أنا فقط أذكر بها بأن الشعب المغربي والشارع المغربي والشارع العربي الوحيد تقريبا الذي يتحرك منذ 8 أكتوبر وموجود في الشارع وفعاليات وتظاهرات يومية تقريبا في كل جغرافيا المغرب. لا نريد أن نعود نفهم سر ذلك واضح، ولكن كيف أيضا البناء على ذلك؟ هذا تصريح سياسي يمكن البناء عليه وغيره من المواقف السياسية لمختلف الأحزاب والمكونات السياسية، ولكن أيضا الشارع كيف البناء على هذا الزخم في الشارع بمختلف مكوناته من أجل على الأقل إيصال رسالة لصانع القرار في المغرب أنه عليه هو أيضا أن يذهب عمليا لمراجعة هذا التطبيع؟ طبعا الساحة المغربية كما قلت أخي الكريم من أسخن الساحات على مستوى الأمة، ولله الحمد هذا شرف لنا في الساحة المغربية المفروض فيها التطبيع رسميا وهو التطبيع المرفوض شعبيا، فهو مفروض بالاستبداد مرفوض شعبيا. هذا الحراك الشعبي أخي الكريم دوره يؤديه وقد أداه. الرسالة الآن أين؟ الرسالة والكرة في ملعب القرار الرسمي. هل سيبقى القرار الرسمي حبيس رهين القرار الذي كان دبر بليل وتم تمريره بشكل مفاجئ في 10 دجنبر بلغ تغريدة ترامب وبلغ الدول الملكي ثم توقيع 22 دجنبر بيد العثماني داخل القصر الملكي بحضور كل أركان الدولة من الملك إلى المستشارين إلى ولي العهد، الجميع كان حاضرا، أم أنه سيتوب من هذه المطب من هذا المطب الذي خلق شرخا بين الدولة بين القرار الرسمي والمجتمع؟ نحن نتابع فقط بالأمس تغريدة اللاعب المغربي حكيم زياش، هذه التغريدة التي شكلت صدمة كبيرة للقرار الرسمي ولبنية القرار، لكنها تغريدة تنسجم مع الموقف الشعبي العام أن التطبيع يشجع العدو على ارتكاب المجازر، أن التطبيع يعطي العدو فسحة للقول بأنه نحن نطبع مع رئاسة لجنة القدس، ففي إيش مشكل أن نكون نحارب الإرهاب الفلسطيني في قطاع غزة؟ نحن إذا الموقف الشعبي العام الذي يضغط على القرار الرسمي والذي هو قرار رسمي مهرب هو لا شعبي
ولا ديمقراطي ولا وطني، وإن تم تمريره بعناوين وطنية من مثيل قضية الصحراء المغربية أو الهوية اليهودية لليهود المغاربة واللعب على ما يسمى الجالية المغربية اليهودية في إسرائيل وهم المستوطنين القتلة الإرهابيون أعضاء هذا الكيان الصهيوني، أو المرور عبر عنوان الأمازيغية للقول بأننا كأمازيغ سواء مغاربة أو جزائريين أو مغاربيين لا علاقتنا بالمشرق العربي بل علاقتنا باليهود وإسرائيل حليفتنا لبناء دولة الأمازيغ على أنقاض الدول العربية. كل هذه العناوين تم الزج بها لتبرير التطبيع رسميا وشعبيا، وهذا أمر خطير جدا يخرب الدولة، يدمرها من داخلها ويصنع حولها جوقة تطبل للتطبيع باسم الأمازيغية واليهودية، والحال أنها تخرب الدولة داخل المجتمع. فنحن إذا مرافعة تدفع باتجاه حماية الدولة، حماية الكيان المغرب من الاختراق الصهيوني الذي يريد المطبعون تقديم التطبيع وكأنه إنقاذ للمغرب ودفاع عن قضائه الوطني، سيد عزيز هذا هو ترافعنا. وتصريح بن كيران يدخل في هذا الاتجاه. طيب ذكرت معطى مهم جدا ولا يمكن أن أتجاوزه ولو أنه غير موجود في محاور حواري معك، ولكن ضروري جدا إشارة إليه. شاهدنا العديد من الأشرطة المصورة فيديوهات لجنود يتفخرون بأنهم أصيلي المغرب ويحملون الجنسية المغربية. القانون المغربي يعاقب إلى درجة كبيرة يعني سحب الجنسية وعقوبة أخرى لكل من يرتكب جرم دولة أو جريمة حرب أو يشارك في أعمال إرهابية خارج الحدود، يعني تسحب منه الجنسية أو حتى أكثر من ذلك، يعني هو يجرم. ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي الآن معروض أمام محكمة العدل الدولية كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. هل تتابعون هؤلاء الذين يفخرون بأنهم يقتلون الفلسطينيين في نفس الوقت يفخرون بأنهم مغاربة؟ هل عندكم ملف شغالين عليه؟ أي نعم، أنتم ذكرتم قانون الجنسية المغربي. هناك قانون الجنسية المغربي وهناك قانون الإرهاب 2003. وهناك في المغرب من حكم في المغرب لأنه ارتكب عمل إرهابية خارج المغرب، يعني في العراق في سوريا في أفغانستان إلى آخره. صحيح، أنا أعطيك يعني خليك من ارتكاب جريمة إرهابية، هذا كما الشمس فوقنا. طيب. مرتكب جريمة إرهابية في سوريا أو العراق تحت لواء داعش أو القاعدة إلى آخره. طيب. هذا مجمع عليه. أنا طيب. أرجع معك إلى ما هو أكثر عمقا، خليك من الإرهاب المباشر. مجرد أن يقوم مواطن مغربي بممارسة الجندية، مجرد الجندية في جيش أجنبي يسقط عنه الجنسية، هذا في المادة 19 أعتقد في قانون الجنسية. وقد كانت لنا في الهيئات المدنية التي نشتغل بها مرافعات داخل البرلمان المغربي مع الكتل النيابية في 2017 لما قدم مقترح قانون حينها بسحب الجنسية على المستوطنين من أصل مغربي في مستوطنات ما بعد 4 يونيو 67. نحن ذهبنا للبرلمان وأقنعنا فرق برلمانية بأن يطوروا المقترح لسحب كل الجنسية، ومجرد تطبيق القانون وليس فقط بوضع مقترح قانون جديد. تطبيق المادة 19 لحالها يسحب الجنسية لكن فقط بعجلة. الفيديوهات التي ترى أولئك يهود من أصل مغربي. نعم. من الجين الثاني والثالث هم مستوطنين قتل في الجيش الصهيوني يتعمدون الأغنية الأندلسية، يتعمدون الغناء بالأمازيغية أو الغناء بالدارجة المغربية لتسويق بروباغاندا أن المغاربة مع إسرائيل في حربها على إرهاب حماس. ولهذا نطلب من المجتمعات في الأمة أن تتيقظ إلى هذا الأمر، لأنه قد تجد يهودي عراقي، يهودي يمني، يهودي إيراني ينطق بالكردية أو الإيرانية أو اللهجة اليمنية ويقال بأنه هناك دعم من اليمنيين لحرب مع فلسطين. لكن التركيز على المعطى المغربي هذا أمر مستهدف وممنهج على المستوى الكيان الصهيوني. ولعلمك قبل 7-5 سنوات هناك عملية تدريس للهجة المغربية لعدد من الضباط الصهاينة والبرلمانيين في الكنيسة الصهيوني لتسويق التطبيع وتسخينه في المغرب. على كل الحوار مهم جدا في هذه النقاط، وهي نقاط فعلا معناها من حيث خطورتها وأيضا كما ذكرت صهيانة الوضع في المغرب والمشهد العام. وأنا أختم معك بهذه النقطة، كثير من الاتفاقيات في المجال الأمني الاستخباراتي الصناعات الدفاعية الصناعات ذات البعد الاستراتيجي والأمني أيضا خاصة في الإلكترونيات، أضف إلى ذلك الاستثمارات في قطاعات زراعية وصفت بأنها قطاعات تستنزف
التربة المغربية ومياه المغرب، مثل مثلا هذه المشاريع المتعلقة بالأفوكادو، مشاريع أخرى متعلقة أيضا بزراعات القوارص إلى آخره، كلها لصالح الاحتلال الإسرائيلي. عملكم في هذا الاتجاه كيف تتصدون، كيف تحاولون أن تضعوا جدار صد أمام محاولة هذا التغلغل للاحتلال الإسرائيلي في المغرب من خلال هذه البوابات الاقتصادية؟ طبعا للأسف الشديد نقولها بكل مرارة، القرار الرسمي المغربي للأسف الشديد سواء في التجديد الجديد التطبيع موجته الجديدة في موضته الجديدة أو التطبيع الذي كان في التسعينات بالمناسبة، اختراق القطاع الزراعي يهدد الأمن القومي والأمن الغذائي المغربي منذ 30 عاما وليس الآن فقط. نعم. الاختراق قديم وليس في 2020 الآن، ثم تلاه التطبيع العسكري والأمني والثقافي والدبلوماسي إلى آخره. هذا الأمر نتصدى له على مستوى الترافع، على المستوى الشعبي، على مستوى إقناع المجتمع والفلاحين والصناع والتجار لمقاطعة هذا الكيان. ليس فقط هذا حد الأدنى تضامن مع فلسطين، بل حماية للأمن القومي المغربي الذي الآن مهدد في وجوده في كينونته بأن يصبح رهينة للمزاج والإرادة الصهيونية والأمريكية في المنطقة. وهذا الأمر للأسف دولتنا ماضية فيه بشكل يعاند القرار الشعبي والإرادة الرافضة، وبشكل يغامر بالأمن الاستراتيجي الوجودي للدولة المغربية. ورأينا في بيروت قبل 3 أيام الجريمة الصهيونية الكاملة في أدوات الاتصال البيجرز. فإذا أنت مجرد البيجرز الآن في بيروت وقد استهدف 4000-5000 شخص من الشعب اللبناني، فكيف بالفلاحة؟ فكيف بالأمن السيبراني؟ وهناك هو اتفاقية سيد عزيز تفاعلا معك، نتذكر القضايا اللي حصلت في مصر مع الأسمدة المسرطنة التي أتت من الاحتلال الإسرائيلي، وكم ضرت يعني من آلاف عشرات الآلاف من المصريين إضافة إلى الأراضي. أنا ابن المنطقة جنوب الشرقي في المغرب، أنا ابن واحة تافيلالت في تخوم الحدود مع الشقيقة الجزائر. هناك الواحات الفلاحة، واحات النخيل مستهدفة بخبراء صهاينة يأتون قبل توقيع التطبيع الرسمي 2020. نحن رصدنا في المرصد المغربي ضد التطبيع خبراء صهاينة يأتون من قسم الزراعة الرسمية في إسرائيل تحت عنوان شركة نيتافيم المرتبطة بجيش الحرب الصهيوني للمرور إلى ما يسمى السقي بالتنقيط وبعض الأسمدة، وهذا أمر خطير جدا. يتم رهن الاستثماريات الفلاحية الضخمة بشبكة الصناعة الإسرائيلية، ثم تهديد مستقبل وأمن الفلاحي بما قد يكون كما جرى في مصر بسرطنة وزرع فيروسات إلى آخره، ثم سرقة المزروعات المغربية على رأسها المجهول كمنتوج مغربي معروف كموضة أو تمر مغربي معروف في الجنوب الشرقي المجهول، الآن يسمى المجدول ويسمى ميدين إسرائيل، بينما هو مزروع في ضيعات فلاحية في الرشيدية وتافيلالت والريصاني وحدود الجزائر في التراب المغربي، ويتم تقديمه كمنتوج إسرائيلي. أيضا يتم سرقة شجرة الأرجان فيما يسمى زيت الأرجان المعروف الذي يستخدم في أدوات التجميل وأدوات عمليات التجميل. فهذا الأمر فيه سرقة، يضاف إليه الأسماك. هناك اتفاقية الآن لزراعة الأسماك بشركات إسرائيلية قبل سنة ونصف، استخراق كل شيء للأسف الشديد بإرادة حكومية. أنا لا أريد أن أقاطعك سيد النووي، ولكن يعني إن شاء الله ممكن في مناسبة أخرى نفتح هذا الملف، هذا السطوي على الزراعة والمقدرات المغربية، إضافة إلى سرقة الجينات الأصلية للبذور المغربية. هناك ملف كبير جدا في هذا الموضوع. أشكرك سيد النووي عزيز عضو المبادرة المغربية للدعم والمناصرة، شكرا لك.